مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: هشام عبود ينضم لرواية النظام المغربي ضد الوزير السابق العمامرة، وهذا ما قاله عما حدث للعمامرة ولأبنائه. وقضية ثقيلة ضد عبود للقبض وتلاحقه، وقضية ثقيلة ضد عبود تلاحقه. بداية، الهارب هشام عبود يثير الجدل بخرجاته الأخيرة خاصة عن العمامرة وعمالته الواضحة للنظام المغربي، إذ بات الأخير يتبنى كل روايات النظام المغربي الملفقة ضد الجزائر، حتى بتشويه العمامرة والأمن الوطني وتبون والجزائر ككل، طبعا بجانب تلميع الملك المغربي ويطبل له يوميا في قناته. الآن مع الحملة الضخمة التي يشنها الإعلام المغربي على الوزير السابق العمامرة، بالتزامن مع الحديث عن عودة مرتقبة للأخير من منصب الأمم المتحدة أو الترشح أو حتى اعتزال الحياة السياسية، أطل هشام عبود الهارب خارج أرض الوطن ومتابع في قضايا كثيرة الآن ليهاجم العمامرة والأمن الوطني والجزائر ككل في محاولة تشويهها، حيث ادعى هشام عبود أن رمط العمامرة ومحاصرتهم في منزلهم وممنوعون من الخروج وتحت الرقابة، وتم سحب جوازات سفرهم ووثائقهم كاملة، مدعيا هذا الهارب من العدالة الجزائرية أن هناك انتقام من العمامرة لفتح ملفات كثيرة عليه. ولم يكتفي هشام عبود بذلك، وراح يهاجم العمامرة وادعى انه من المفسدين ونهب اموال الشعب وغيرها من الادعاءات التي قالها بالتنسيق مع الاعلام المغربي الذين بات همهم الوحيد في الايام الاخيرة مهاجمة العمامرة ومحاولة ترسيخ فكرة انه سيتم محاسبته وله خلاف كبير مع الرئيس سمبون دون اي دليل، ورغم ان مقربون من العمامرة وفق صحيفة محلية أكد لها أن كل تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه مع عائلته بشكل عادي ولم يتم سحب جواز سفره أو منعه من السفر، إلا أن هشام عبود العميل للمخزن لم يقتنع ويخدع عشرات الآلاف ممن يتابعوه ويصدقونه ويتعمد تلك الأخبار لإرضاء النظام المغربي ليعطيه محمد السادس الأموال على حساب جيوب المغاربة. الأخير مطلق للعداء التام مع الجزائر، لأنه يعرف جيدا أن عودته للجزائر مستحيلة إلا مباشرة للحبس، خاصة وأن عليه أحكام كبيرة في عدة قضايا تخطت في مجملها 30 سنة، وعليه أيضا أحكام بالقبض الدولي، وسيأتي اليوم الذي تسلمه فرنسا بعد الانتهاء منه ويعود لينال الحساب مع العدالة، مع العلم أن العمامرة كان نفى أخبار منعه من السفر أو سحب جواز سفره، في حين لم ينفي ولم يؤكد الأخبار التي تتحدث عن رغبته في الترشح للانتخابات أو العودة من خلال منصب جديد سواء في الجزائر أو في الأمم المتحدة، وسيتضح مصيره السياسي في الأيام القادمة من أي باب سيعود، وهو الذي رشحه كثيرون ليخلف ستيفان دي مستورا في الأمم المتحدة. والنظام المغربي لا يريد أن يعود العمامرة كليا، لأن الأخير أرهقهم وسبب إحراج الملك المغربي ووزير خارجيته بوريطة، إذ أدى لهم في أكثر من مرة سواء في الاتحاد الإفريقي هم المطبعون معهم وحتى في الأمم المتحدة، وأرهقهم مع عدة دول كسبها العمامرة لصالح الجزائر ضد سياسات محمد السادس طائشة والتي وصفت بالجنونية. في ظل أصل الحديث عن صراع داخل عائلة الملكة في المغرب عن من يخلف محمد السادس بين ابنه وأعمامه، والوضع مجد متوتر، لهذا يتعمد النظام المغربي إلهاء شعبه في الجزائر والعمامرة وأي قضية أخرى، خاصة مع تواطؤ إعلامه وحتى معارضين جزائريين اشتراهم ليكونوا عملاء له ويقومونهم أيضا بإلهاء المغاربة بالجزائر، بجانب جعلهم يحقدون على الجزائر عبر الادعاءات أنها عدوتهم وراء كل المشاكل المغرب، في حين نظام بلدهم وملكهم هو وراء كل الأزمات. وبدأ عدد كبير من المغاربة يستيقظون وفهموا أن المشكل في ملكهم وليس في الجزائر السبب، مع اكتشاف مخبأ جديد، ولن تصدق عن كم قيمة أغلى سيارة تم حجزها، وقيمة كل السيارات تفاجئ الجميع. بداية، عادت قضية أسطول سيارات الفارهة التي خبأها تحكوت وإخوته للواجهة، مع كشف تفاصيل جديدة مدوية وصدور الأحكام وكشف قيمتها وقيمة أغلاها وأين عثروا على جميعها، حيث تم الكشف أنه تم العثور في المخابئ السرية لتحكوت على سيارات باهظة الثمن، أبرزها سيارات فيراري وأودي وغيرها، قيمة أغلى واحدة 20 مليار سنتيم، حيث أنه من قبل تم حجز أكثر من 500 سيارة فخمة لتحكوت وجدوها مخبأة وقيمتها كلها 1000 مليار سنتيم، ثم بعدها تم حجز 62 سيارة فاخرة وتعد الأغلى والمفضلة لتحكوت، قيمة تلك السيارات الأخيرة فقط 200 مليار سنتيم، ما سبب حالة ذهول لدى كل الجزائريين من حجم ثروته.
فكل هذا يخص السيارات فقط التي تم استرجاعها ومصادرتها، ناهيك عن الأملاك الطائلة التي تم نهبها ويملكها أيضا تم مصادرتها. فتح كوت كان خبأها بإحكام بعيدا عن أعين الناس وعن أعين العدالة الجزائرية حتى لا تكتشفها ولا تصادرها، لكنها خطته وخطة شركائه وأبرزهم أفراد من عائلته فشلت، أي تم اكتشاف مغارات علي بابا كما يسميها الجزائريون مسترجعة العدالة بهذا أملاك ضخمة. والعجيب أن طحتوت كان يكدس ويخزن أغلى السيارات التي أصلا كان يكسبها بطرق مشبوهة وبالفساد، ومن عائدات فساده ونهبه الذي أضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، حيث كان له نفوذ كبير وثروة تتضاعف بشكل رهيب بتسهيلات من وزراء سابقين فاسدين فتحوا له طريق النهب. الأخير لم يكن يتوقع أن أيدي العدالة الجزائرية ستصل لهذه السيارات المخبأة، حيث صدم كثيرا بعد معرفته من السجن بمصادرتها واسترجاعها، خاصة وأن الأخير أمرت العدالة الجزائرية بمصادرة كل ممتلكاتها على اختلافها جميعا حتى أرصدته البنكية والشركات وتجرده من كل عائلات الفساد. وأثناء حجز هذه السيارات الفخيرة تم العثور أيضا على مبلغ ضخم بحوالي 2 مليار سنتيم، كما تورط عدد كبير من المسؤولين في الإدارات مع تحكوت بخصوص هذه السيارات التي أدخلها بطرق غير شرعية وعدل ملفاتها تمهيدا لبيعها قبل أن يسقط ويجر للحبس ويعثر عليها بعد كل هذه السنوات مخبأة، أين تم توجيه لهم تهم تبييض الأموال باستعمال وتسهيلات وإخفاء عائدات ناتجة عن الفساد والتزوير وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من التهم الثقيلة، مع العلم أن تحكوت تم العثور على أملاك ضخمة أخرى. ولن تصدق عن كم خبأ على الشعب الجزائري لسنوات. أخبار اليوم: ماذا وجدوا عند زوجة الوزير الجديد ضيافته وأخوته؟ والقضية تصنع الحدث من أحد أصغر الوزراء الجدد الذين وجدوه ينهب، وتوعد الفاسدين وستطمئن الشعب وتؤكد أنها لن تظلم أحد، فماذا يحدث بالتفصيل وأثار جدلا كبير؟ بداية لا تزال قضية الوزير الجديد نسيم ضيافة تصنع الحدث بعد القبض عليه وحبسه ومتابعته في قضية فساد ثقيلة مع زوجته وإخوته وحوالي 40 شخصا آخرا، وقد تم أيضا الآن سحب جوازات سفر المتهمين في القضية مع تورط حتى زوجته وإخوته معه في ملف الفساد، بجانب اتضاح نهبهم لأموال طائلة والاستفادة من امتيازات ضخمة. وقبل الحديث عن تفاصيل ما منعها، فقد كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن عدد من قضايا الفساد في الجزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020 قد تراجعت، عاد بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق والتي لن يتم التساهل معها والضرب بيد من حديث مع أي حالة فساد. فالوزير الجديد المقال والمحبوس نسيم ضيافات بفساده وحبسه وهو من الوزراء الجدد في حكومة الرئيس بون لفت الأنظار وأثار جدل كبير وأعاد الجدل حول استمرار البعض في الفساد، لكن سرعة المحاسبة والقبض على كل من يتجرأ في الانغماس في ذلك المستنقع يجعل الأمر تحت السيطرة ويستحسنه الشعب، فكل مسؤول سينهب لن يتم التساهل معه، خاصة مع عدم أخذهم العبرة من مصير من سبقهم من المسؤولين الفاسدين المحبوسين. هذا وأشارت وكالة الأنباء أنه